انا اسف هسيب النقطه دي دلوقتي وهرجع اروح لنقطه تانية ونقطه مهمه جدا. وبعدين بقى يا جماعه في موضوع لجنه الحكام ده، وبعدين انا مش كسبت النهارده 2-0، ولكن انا ليا ضرب الجزاء واضحه وصريحه يا جماعه بالعقل كده. هاتها سمير لو ينفع، واحد بالكتف ضربني في ظهري من هنا، هل دي ما تبقاش دفع؟ ده مش كتف قانوني يا فندم. الكتف القانوني لما يبقى كتف في كتف. اي حاجه تانية اللي لعب في الشارع، اللي لعب في الشارع عارف ان دي دفعه. لما واحد يبقى الكره جايه لي وانا بستلمها وبلف بيها وواحد ضربها في ظهري، ده اسمه دفع يؤدي الى مخالفه. ده اسمه يا فندم دفع يؤدي الى مخالفه. وحسبتها على صلاح محسن في نفس المباراه. طب الفار فين يا جماعه؟ انا مش فاهم. اه بس هو الفار قال له روح بص عليه. والله العظيم ثلاثة يا جماعه، ده اسمه دفع يؤدي الى مخالفه. طالما المخالفه داخل ال 18 فبالتالي المخالفه يجب ان يتم احتسابها ركله جزاء. والله اقسم بالله يا كابتن ابراهيم نور الدين، ضرب الجزاء، ضرب الجزاء يا كابتن ابراهيم. يعني مش انا اللي بقول الكلام ده، انا كلمت كل الحكام صغيرين وكبار شغالين ومش شغالين، قالوا لي يا كابتن اسلام مش محتاجه تبص عليها اساسا، مش محتاجه ابص عليها اساسا، هي ركله جزاء واضحه وصريحه. هي ركله جزاء واضحه وصريحه. عموما انا هستنى كلها 5 ايام ويبدا عقد كلاتنبرج مع اتحاد كره القدم، ويكون خلص بقى مهمته في اليونان ومتفرغ لتطوير التحكيم المصري. لانه بالمنظر ده انا متاكد ان احنا لا قدر الله لا قدر الله هنخسر الدوري بسبب الحكام. ما حدش يزعل مني بهذا. انت كسبت 2-0، اه كسبت 2-0، ولكن هي الكره دي لو ركلك وممكن تضيع، ممكن تضيع، بس لو سمحت اديها لي، احسب لي ركله جزاء مظبوطه. ولما اتكلمنا من فتره كده على الاجهاد اهي، بص دي حضرتك، بص دي بالظبط هي هي. برافو عليك يا سمير، بالظبط هي هي. هاتها لي تاني، هاتها لي تاني على اقرب اهو. بص يا فندم، هي ولا مش هي؟ هي ولا مش هي يا كابتن ابراهيم؟ يا كابتن ابراهيم هي ولا مش هي يا كابتن ابراهيم؟ مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. حرام عليكم، حرام عليكم. يعني انا نفسي، كان نفسي الحقيقه ان كلاتنبرج يكون موجود عشان يقدر يعرض لنا هو الكابتن ابراهيم قال ايه لحكم الفار في الوقت ده، او حكم الفار قال ايه للكابتن ابراهيم في الوقت ده. لكن بالمنظر ده، ما انا عندي ماتش يوم الاربعاء، ممكن تجي لي كره زي دي اكسب بيها، بس ممكن، ممكن، ممكن تحسب لي ركله جزاء، ممكن تخش وممكن ما تخشش، لكن نسبه ان هي ركله الجزاء تدخل هدف 50%، يبقى انا عندي 50%، يبقى انت حرمتني من 50%. حرام عليكم، حرام عليكم يا كابتن ابراهيم، حرام، حرام اللي بيحصل. عايز يعني عايزين، عايز تخسر النادي الاهلي مش بالشكل ده. لو احنا وحشين ونستحق الخساره، مصر كلها بما فيها قناه الاهلي طلعت وقالت ان الزمالك يستحق ان هو يفوز في مباراه الكاس. محدش قال غير كده، محد. ليه؟ لان احنا كنا وحشين الشوط الاول ونستحق. ما كانش في ركله جزاء، ولا كان فيها فاول، ولا كان في بتاع، ولا كان في اي حاجه، فما اتكلمناش، محدش قدر يتكلم. لكن يا كابتن ابراهيم انا كسبان 2-0 وبتكلم، يعني انا بجد حاولت ان انا ابص الناحيه الثانيه، بس مش قادر، مش قادر يا فندم. ان انا يعني مش عارف اعمل ايه يا كابتن ابراهيم، ومش عارف اقول لك ايه. والله انا بحب كابتن ابراهيم نور الدين جدا، وعلاقتي بيه كويسه جدا، لكن وبعدين هنفضل نتظلم من الحكام لغايه امتى؟ طب انا كسبت النهارده، لكن ما احسبش يعني، ليه ما بقاش كسبان 3؟ ليه ما بقاش كسبان 1-0 من الاول؟ والتحكيم مخسرني بالمناسبه نقط من اول الموسم، ومخسرني دوري السنه اللي فاتت. مش عارف الواحد يعمل ايه والله. يعني الناس بتبقى بتقول لي ان انت بتضغط على الحكام، انا ما بضغطش والله على الحكام. طب حضرتك لو شفت
حضرتك ما بتشجعش الاهلي وشفت الكره دي، هتحسبها ضربه جزاء ولا مش هتحسبها ضربه جزاء؟ لو انت شخص عادل يعني، لو انت شخص عادل هتحسبها ركله جزاء ولا مش هتحسبها ركله جزاء؟ وحد يقول لي، حد يفهمني، لانه مثلا اللي شاف لقطه النهارده واحنا بنتكلم برضو، اللي شاف لقطه اصابه عمرو السوليه النهارده يشوف قد ايه الاجهاد مؤثر على عمرو بشكل كبير جدا جدا. هل ده معناه ان عمرو لعيب وحش؟ لا طبعا، عمرو لعيب كويس جدا، واحد من افضل اللاعبين في هذا المكان في مصر وفي افريقيا، ولكن هو راجل تعبان. 75 مباراه على الاقل بالنسبه لعمرو، 75 مباراه تقريبا ما بيريحش. عمرو السوليه مره قال لي، والله يا كابتن، قال لي كده، قال لي والله انا ما بلحق اشوف بناتي، والله قال لي انا ما بلحقش اشوف مراتي وبناتي، وما بلحقش، باجي من النادي اخش على المنتخب، باجي من المنتخب اخش على النادي. قلت له ده قدرك يا عمرو ان انت بتلعب باسم النادي الاهلي، وقدرك ان انت بتلعب في باسم مصر، فلازم تكسب مع النادي الاهلي ولازم تكسب باسم مصر. هنعمل ايه؟ ما هو لازم نقف في ظهر اللعيبه دي. ما ينفعش يا جماعه نقعد نخبط 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 نخبط.